السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ شوفوا هذا زيتون، هذا الكتكوت، هذا اسمه زيتون، هو صديق جديد البداح. بداح قاعد يلاحقه، زيتون ما يروح مكان لو بداح لاصق فيه، والمشكلة هو ساحب على بداح. فأنا لما طلعته عشان أكله طلعت معه بداح عشان بداح يبغاه. شايفين الخيار اللي في يده؟ حطيت له خيار بس معي ياكل، بس ياكل خس، حطيت له خيار. بالنسبة لبداح العكس، بداح يحب الخيار.